حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف بعد أهم العناوين. ونبدأ من المدى. يونيسيف 1,800,000 طفل عراقي بحاجة إلى مساعدة. في العرب اللندنية نقرأ: خطأ الصدر يحيي أمال الملك في العودة إلى حكم العراق. نطالع في القدس العربي: هيئة النزاهة العراقية 63 وزيراً متهم بقضايا متهمين بقضايا جزائية في عام 2020. وفي العرب الجديد: ميليشيات الإيرانية تحاصر درعا البلد وروسيا استأنفون قصف إدلب. في فاينانشال تايمز: محامون لبنانيون تقدموا بدعوى قضائية ضد شركة مسجلة في بريطانيا لدورها في تفجير بيروت. فيرن أفريز: انتصار طالبان لن ينهي الحرب وحكم أفغانستان أصعب من غزوها. في عربي 21: أزمة أدوية مستمرة بلبنان والسلطات تفتح تحقيقا باحتكارها. عن تجارة أعضاء مجلس النواب على ضفتي دجلة والفرات كتب علي حسين مقالا ساخرا من أفعال البرلمانيين في العراق وفسادهم، إذ قال الكاتب: إذا كنت محبطا ومهموما فشاهد مقطعا مصورا يتحدث فيه الوزير السابق محمد توفيق علاوي لتعرف ماذا حصل في عراق برلماني أهل المحابس. هذا بحسب تعبير الكاتب. طبعا نائبة تذهب إلى وزير الاتصالات لتخبره أنها في لجنة العمل وأن وزارته ضمن مسؤوليتها الرقابية، وحين يشرح لها الوزير الأعمال التي تقوم بها الوزارة تنظر إليه نظرة استغراب، فهي لم تأتي للوقوف على الخدمات التي تقدمها الوزارة وإنما لتطلب سيارة يمنحها لها الوزير من سيارات الوزارة. هل حكاية النائبة هي الحكاية الوحيدة حتى يراها البعض غريبة؟ سبق أن صرح أحد وزراء الكهرباء بأن نواباً كانوا يزورونه في مكتبه ليساومونه بين أن يعين مئات الأشخاص تابعين لهم أو يستدعوه للمثول أمام البرلمان، ولا يهم إن حصل المواطن على الكهرباء أم لم يحصل. ألم نشاهد بالصوت والصورة أبو مازن يبيع بالمناصب وهو يقول: آني شراي وناس تريد تبيع؟ هل حضرتك عزيزي القارئ متفاجئ من الحالة؟ أم أنك لا تريد أن تصدق بأن نوابنا الأعزاء يعرفون جيداً أن لا أحد سيحاسبهم؟ على صفحته في الفيسبوك يعلق الباحث والأكاديمي حيدر نزار على كتاب صدر حديثاً للدكتور حسن الجنابي بعنوان الدولة العقيمة، حيث يشير إلى وقائع ذكرها الجنابي لا يمكن أن تحدث حتى في حارة كل من إيد إلو، ولعل أكثرها طرافة عندما طلب النائب عبد الحسين عبطان من رئيس الوزراء العبادي إشراكه بوضع بنود ميزانية الدولة، كونه صاحب خبرة تكونت بعمله في إدارة ميزانية منظمة بدر أيام المعارضة، ليرد عليه كاظم فنجان متهكماً: وهل ميزانية بدر البنتاغون؟ وعن مسؤول حماية العباد الذي يصر على حضور جلسات مجلس الوزراء ويتدخل بالتفاصيل، وعن البروفيسورة عديلة حمود وهي ترفض تنفيذ قرار إقالتها من العباد وتداوم بالوزارة. أضاف الكاتب: هناك أمثلة أخرى على هذه المهازل لأعضاء مجلس النواب، أمثلة تستحق السخرية والألم في الوقت نفسه، عندما يقول مثلا محمود المشهداني الذي تولى رئاسة مجلس النواب، يقول إن العراق أصغر من أن يتوسط بين إيران وأمريكا. ونقرأ من موقع مركز راسان للدراسات مقالا تحت عنوان هزيمة أمريكا في أفغانستان دروس وعبر للكاتب حسين صالح السبعاوي. فبعد 20 عاماً من المقاومة
استطاعت حركة طالبان أن تهزم المحتل الأمريكي وأن تحرر أفغانستان من الاحتلال وأتباعه وحلفائه وتدخل العاصمة كابول مرفوعة الرأس بهذا النصر المبين. وقد شاهد العالم كيف كانت المدن الأفغانية تستسلم بيد طالبان بسرعة ومن دون أي مقاومة من الحكومة بمجرد أن رفعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عنها وأعلنت المغادرة. وهذا يعطي درسا بأن أي احتلال لابد له من الزوال، وزوال من جاء معه وتعاون معه ضد أبناء بلده. على المستوى الداخلي فجميع من تعاون مع المحتل يعتبر خاسرا من هذه الهزيمة، أما على المستوى الإقليمي تعتبر إيران هي من أكبر الخاسرين من الانسحاب الأمريكي، لأنها أول من تعاون معهم في احتلال أفغانستان. ومن الجدير بالذكر أن المشروع الإيراني كان يواجه عقبتين في تمدده في المنطقة. الأول هو العراق الذي واجه المشروع الإيراني في حرب دامت 8 سنوات حقق فيها نصراً مؤزراً عليها، واستطاع أن يجهض المشروع الإيراني من أن يتمدد في الدول العربية. الثاني هو نظام طالبان الذي يرفض المشروع الإيراني ولم يسمح لها بالتمدد في أفغانستان، وباحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق قد فتحت الباب على مصراعيه للمشروع الإيراني. ولهذا نجد أن إيران تعاونت مع الولايات المتحدة في احتلال الدولتين الرافضة للمشروع الإيراني، الأول من وجهة نظر قومية عربية والثاني من وجهة نظر دينية عقائدية. أضاف الكاتب: المحتل مهزوم مهما امتلك من ترسانة عسكرية ومهما طال به الزمن، لأنه لا يمتلك حاضنة شعبية سوى بعض العملاء الذين يخرجون معه. عندما يخرج مهزوما وعلى المقاومة لابد أن تكون جاهزة سياسيا كنظام بديل، وأن يكون لها جناح سياسي من رحمها لا من الدخلاء والنفعيين. فجوات أخلاقية في السياسات الغربية، عمدة باريس أنموذجا. هنا كتب مثنى عبد الله مقالا نشرته صحيفة القدس العربي، جاء فيه: يجتهد بعض ساسة الغرب في خلق عوالم معقدة للآخرين، لكن هذه العوالم بقدر ما تجلب العناء والشقاء والظلم والاضطهاد لشعوب كثيرة، فإنها أيضا تجلب الهزيمة والعار لهؤلاء الساسة حين يقفون عاجزين عن حل المشكلات السياسية التي صنعوها بأيديهم للإيقاع بغيرهم. لقد نجحت واشنطن ولندن وباريس على مر عقود من الزمن في محو دول وإنشاء أخرى واحتلال الكثير أيضاً وإسقاط أنظمة وإضفاء الشرعية على أخرى، لكنهم عجزوا عن تغييب حركات تحررية إلى الأبد أو منعهم من الوصول إلى السلطة أو إطفاء شعلة المقاومة لدى الشعوب التي استعمروها. وفي كل محطة ينكسر فيها مشروعهم وتهزم فيها استراتيجياتهم يختل توازنهم فيفقدون الإحساس بالحياء السياسي. ويظهر كل ذلك على شكل تصريحات إقصائية وخطب استعلائية لا يمكن وصفها إلا بأنها فجوات أخلاقية كبرى تفوح منها رائحة تصور مريض وبغيض بأنهم أمم استثنائية يتفوقون على غيرهم من الأمم والشعوب. وهذا التفوق من وجهة نظرهم يعطيهم حقوقاً مضافة في الفكر وفي ازدراء وإرغام الآخرين على العيش في ظل قيم مستوردة. وفي هذا السياق تأتي الأفكار التي نشرتها عمدة باريس آن هيدالغو في صحيفة لوموند الفرنسية الأسبوع المنصرم: لقد آلت هذه السيدة على نفسها أن تحاضر على شعب أفغانستان وأن تقرر بالنيابة عنه أسلوب وطريقة حياته، كما أخذت على عاتقها إصدار الأحكام على الآخرين من دون وقائع من الزمن الحاضر. وأضافت الكاتبة: لقد غاب عن ذهني عمدة باريس أن تقول لنا إن كان ضميرها قد همس لها يوما متسائلا عن سبب المآسي والظلم ونهب الثروات
واستعباد البشر التي مارستها بلادها على مدى عقود في أفريقيا، وإن كانت ستبذل قصارى جهدها للترحيب بكرامة باللاجئين الأفغان في باريس، فعلام إذن بلادها تحارب مواطنيها المسلمين في معتقداتهم الدينية. عن مأزق الاحتلالات الأمريكية والمخرج اللائق في العراق، كتب ماجد السامرائي مقالا في صحيفة العرب اللندنية: أصبح السؤال البسيط العام عن الخروج الدراماتيكي الأمريكي من كابول محيرا في كثير من النقاط التي لا تسوغها نبرة الإخفاق في خطاب الرئيس جو بايدن إلى الشعب الأمريكي والعالم، لكن الجواب يكمن في المراجعة التاريخية لوقائع الحرب في فيتنام، إذ تكررت تفصيلات دراما هروب الأمريكيين ومعاونيهم في سايغون عام 75 و900 وألف في كابول تكررت بالإيقاع نفسه. وبدت دراسات الخبراء والمستشارين العسكريين في شؤون الحرب عاجزة عن وضع آليات أمنية لمغادرة الجنود الأمريكيين. ذات السياسات الأمريكية تحت ظل اليمين المحافظ صدمت بعد سنوات من احتلالها للعراق عام 2003 دون مبررات معقولة، حيث فشلت في تسويق مشروع الشرق الأوسط، لكنها ارتكبت إثماً تاريخياً في تسليم العراق لإيران وليس للقوى المدنية والديمقراطية. لا يمكن للكثير من النخب الفكرية والثقافية داخل المجتمعات الأمريكية والعربية ومن بينها العراقية قبول حجج الإدارات الأمريكية في وضع تبريرات الفشل بعد حصوله في احتلالات عسكرية ليست في صالح الشعب الأمريكي وضد تطلعات شعوب العالم التي تدعي دعمها من أجل الديمقراطية، التي يعرفون أن سجل تطبيقاتها عبر أكثر من نصف قرن بأنها مشوهة وكاذبة، وأن أدواتها سيئة تتحول في التطبيق وعبر عملائهم إلى ديمقراطية للقتل والظلم والإفقار مثلما حصل في أفغانستان والعراق. التشابه بين الوضعين الأفغاني والعراقي هو اعتماد الأمريكيين على قوى وأشخاص فاسدين وجهلة في إدارة حكم العراق بعد احتلال عام 2003، حيث ثبت لهم وللعالم الغربي أنهم غير صالحين لإدارة البلد، وأشاعوا النهب والتدمير والفوضى والقتل تحت عنوان الديمقراطية. لكنهم مؤمنون بحكم ولاية الفقيه الإيراني. مقابل ذلك عززت إدارة بايدن الحالية دعمها للحكم ومحاولتها الأخيرة التراجع عن الصدام مع الميليشيات الموالية لطهران، وسط توقعات بتكرار السيناريو الأفغاني في الاستيلاء النهائي على سلطتي بغداد وأربيل تحت شعار هزيمة مزيف. الاحتلال الأمريكي ضمن أجواء الانتخابات المقبلة المعقدة إذا ما حصلت في أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات عن مغزى الدعم الإعلامي لإدارة بايدن في قيام تلك الانتخابات في أكتوبر. القرار الجيوسياسي المهم والتاريخي الذي سيخرج بايدن مما هو فيه ويخلصه من الأخطار في الحالة العراقية هو بصورة واضحة دعم عملية تغيير سياسي جذري في العراق. احتمال تحوله إلى عسكري في الأيام المقبلة غير محسوب النتائج، فالمقاومون للنظام القائم خصوصا شباب تشرين الذين خسروا أرواح آبائهم لا تهمهم أرواحهم التي سيبذلونها مجددا على طريق استعادة وطنهم. عن المغرب والجزائر ودبلوماسية الكوارث، كتبت عائشة البصري: هل لك أن ترفض مياه عدوك لإخماد نيران تلتهم بيتك وتحرق أهلك؟ قد راج هذا السؤال في أوساط جزائرية ومغربية من جراء تجاهل السلطات الجزائرية عرض المغرب المساعدة في مكافحة الحرائق، ونظرا إلى طبيعة العلاقة بين المغرب والجزائر اليوم وهما يقفان على حافة سكين، كان رد فعل السلطات الجزائرية متوقعا، ولم يكن طرح السلطات المغربية أيضا مساعدة بريئا من الحسابات السياسية.
أما محاولة المغرب وضع الخلاف مع الجزائر جانباً ولو بشكل مؤقت لمد يد المساعدة فتعرف في العلوم السياسية بدبلوماسية الكوارث التي لا تهتم بالكوارث بقدر ما تدرس مدى تأثير المساعدة بين الدول المعادية على مسار الصراع كما تتحرى عن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن قبول أطراف الصراع مساعدة أو رفضها. ويرى باحثون أن الكوارث قد توفر فرصة لتغلب البلدان على التوتر السياسي فيما بينها حتى إن كانت هذه الدول متحاربة أو على شفا حرب كما هو الشأن بالنسبة للمغرب والجزائر بسبب النزاع الطويل حول الصحراء الغربية وتنافسهما المحتدم للانفراد بدور الدولة المحورية في المنطقة المغاربية. ويرى خبراء دبلوماسية الكوارث أن تعاطي الدول مع الكوارث الطبيعية عادة ما يدفع علاقاتها الدبلوماسية في المنحى الذي كانت تسير عليه قبل حلول الكارثة وقل ما يغيره إذ يزيد العلاقات الحسنة تحسناً ويعمق الأزمات بين الدول المعادية. وثبتت صحة هذه النظرية في العلاقات المغربية الجزائرية المضطربة بالأساس، فقبل أن تخمد ألسنة اللهب على الأرض اتهمت السلطات الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل الماك بإشعال الحرائق بدعم من المغرب، وزعمت أن الأفعال العدائية المتكررة من الأخير اضطرتها لإعادة النظر في العلاقات بين البلدين. من الواضح أن النظام الجزائري يفضل سياسة الهروب إلى الأمام ليحول كارثة طبيعية على الأرجح إلى خطرين سياسيين خارجي مغربي وداخلي بشقيه الانفصالي والإسلامي حركة رشاد. أما عن دبلوماسية الكوارث التي نهجتها الرباط فقد أحرجت الجزائر بما يكفي لإجبارها على برمجة شراء بضع طائرات إطفاء استعدادا لمواجهة حرائق محتملة. ونقرأ في موقع عربي 21 ما كتبه أحمد موفق زيدان عن الثورة السورية ودروس طالبان، إذ يحرص العقلاء الذين أخذوا على عاتقهم هموم أمتهم وشعبهم وقضاياهم على التعلم من دروس الآخرين، فلا شيء أهم وأفضل من توفير الدماء من السير في الأرض وأخذ العبرة من أحداثها وسيرها. ولعل الحدث الأفغاني الطاغي اليوم على كل الأحداث يشكل ذخيرة ومعينا مهما للثورة السورية ولغيرها من ثورات الربيع العربي. تركيز حركة طالبان على الاحتلال وضربه بقوة لإرغامه على التفاوض في الانسحاب مع عدم القبول بتسليمها مقاليدها ومفاتيحها لأي دولة مهما كانت حتى لباكستان نفسها التي كانت ذكية بشكل كاف حين تركت حرية الحركة لطالبان كي لا تمارس الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها في الحرب على طالبان ضغوطاً ولا تأثيراً عليها، فاكتفت باكستان بتوفير الملاذ الآمن لقادتها بشكل سري غير معلن مع حرصها كل الحرص على النفي الدائم والمستمر لوجود أحد من قادة طالبان على أراضيها. وشكلت بالمقابل حالة باكستانية تشترك فيها الحكومة والمعارضة والقوى المثقفة والنخب كلها لدعم السياسة الباكستانية في أفغانستان وبشكل خفي دعم طالبان أو عدم النيل منها على أساس أنها أمن قومي باكستاني في مواجهة الهند لتسير على نفس استراتيجيتها أيام الجهاد الأفغاني ضد السوفييت في الثمانينيات، عنوانها تمتين الجبهة الداخلية ورصها لدعم العمل العسكري في الداخل والنجاح في تحويل حالة القبول السياسي للاجئين الأفغان لحالة شعبية وحزبية عامة. كما كانت الحركة الطالبانية المستندة إلى قاعدة فلاحية غير مدنية هي من قادت التغيير والتحول الأفغاني وكسبت الانتصار على قوى
احتلالية متعددة، فإن الثورة السورية وحالتها العسكرية تعتمد أيضا على قاعدة ريفية. شكك فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوما ما، ولم يدر أن أغلب حوادث التحول التغييري العالمي عبر التاريخ أو كلها فلنقل كان مستندا إلى قوى فلاحية بدوية ريفية. تتيح شبكة تيك توك عما قريب لمستخدميها يشتروا مباشرة سلعا معروضة من منتجي محتويات على المنصة، في خطوة جديدة تعزز جهود إنشاء منظومة متكاملة عبر هذا التطبيق. يأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2020 مع شوبيفاي التي تخول علامات تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية. وسيصبح في وسع الباعين إنشاء متجر مصغر على تيك توك وإدراج روابط تحميل تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصة التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، وغدا بإذنه تعالى صدى إعلام جديد من الرافدين في رعاية الله.